لاحظ أن المسيح لم يبحث عن الأفذاذ ولا الجهابزة يعني ولا اللي عندهم الإمكانيات الهائلة يعني بكل بساطة التلاميذ كان لهم الشرف أن يكون عندهم القابلية للتعلم لكن المسيح شكلهم بالنعمة اختارهم، لاحظ الكلام، اختار المسيح التلاميذ لا بما عليهم لكن بما سيكونوا فمثلا عندما اختار سمعان بنيونه قال له صفا راح يكون اسمك بطرس يعني شاف بطرس المندفع الجسور شاف بطرس اللي بيشتغل واللي بيعمل شاف بطرس شو راح يكون او مكانه بطرس في الكنيسه عندما قال بطرس ليسوع المسيح انت هو المسيح ابن الله الحي اجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان بن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات وانا اقول لك ايضا انت بطرس يعني شاف فيه الشخصيه اللي عم بشكل فيها مثل الفنان اللي بينحت مثل الرسام اللي بيرسم شايف الصورة الكاملة لبطرس الرسول أنت بطرس مزبوط من بيت صيدا مزبوط حياتك عادية أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت وهكذا أحباء شكل حياة التلاميذ من أناس عاديين حتى يقوموا بعمل خارق بعمل معجزة في العالم الروحي والعالم المادي فالمسيح اختار التلاميذ لا بما عليهم مش الإمكانيات الغنى والقوة والعظمة والدين والسياسي والاجتماع لا 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 لكن بما سيكون في المستقبل وفي يد المسيح أحبائي أصبحوا قوة رائعة لا تهزم ولا تتقهقر ولا تتراجع إلى الوراء حقاً إنها أو إنه التشكيل النعمة الإلهية